بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نتواصل والتواصل مستمر مع هذه الانطلاقات الجميلة هناك لسن اللقاية والمسافة هي 5 كيلومترات. ننطلق مع هذه الشعارات الباحثة هناك عن الناموس والمقدمة والمركز الأول. هناك الصدارة مع الشاهينية ومبارك بن سلطان قرار المنصوري، ولكن التحدي من طيف هناك على ثاني المراكز في هذه اللحظات. محمد بن حمد بن علي العامري انتقل مباشرة مع الشاهينية ومع المركز الثالث. السهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي من يتواجد هناك مع داش الشاهينية وعلى المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات وصلت الذئبة هنا منطلقة بهذا الاسم، منطلقة بهذا الشعار. والسهيل بن دليلة بن سالم العامري هناك ينطلق، ينطلق مع الذيبة، بينما المركز الخامس وصول من الشاهينية ومبارك. مبارك بن عوانة هناك بن سعيد الأنصوري من يتواجد هنا في هذه اللحظات، بينما التحدي والمركز السادس وسادس المراكز. يا سلام الغدوب من سمحة، وصلت سمحة ووصل شعار العويسي علي بن أحمد بن علي العويسي أهالي السلطنة منطلقين مع سمحة، وسمح الله دروبك يا العويسي. بينما هناك انتقل مباشرة مع سابع المراكز، وهناك هملولة وعلي بن عبيد بن طويرش الكتبي من يتواجد مع أداء هملولة وانطلاقة هملولة. المركز الثامن هناك أيضا وصلت الذيبة وسعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري وصل هناك راعي الطيارة، بينما التحدي من المركز التاسع في هذه اللحظات. هناك المدينة ثامر بن سيف بن ثامر المرن هناك من يتواجد مع هذه الانطلاقة الجميلة. عاشر ندائنا، عاشر تحدياتنا، عاشر صراعنا في هذا الشوط مع الشاهينية. وأحمد بن عبيد بن أحمد المرر هناك من يتواجد في هذا التواجد. أعود مع الانطلاقات، أعود مع التحديات، أعود مع المركز الأول. الشاهينية ما زالت مع صدارة هذا الشوط. ومبارك بن سلطان من قران المنصوري هناك منطلق مع الشاهينية. ولدي الماركة الشاهينية دائما غنية عن التعريف. انطلق مباشرة مع ثاني المراكز من الجانب الأيمن. هناك شعار العامري من يتجول على ثاني المراكز مع طيف محمد بن حمد بن علي العامري وثالث المراكز. شوفوا من القادم المنطلق هناك أحلى، المنطلق أحلى من هذه الشعارات الشاهينية. السهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي، ولكن الله الله وصلت الذيبة، وصلت الذيبة، تحركت الذيبة في هذه اللحظات. وتحرك هناك سالم أو السهيل بن دليلة بن سالم هناك من يتواجد في هذه اللحظات. انتقل مباشرة مع المركز الخامس من الجانب الأيمن. والشاهينية مبارك بن عوانة بن سعيد من يتواجد في هذه اللحظات. الله الله الله، المركز السادس للنداء الثاني. تحدياتنا قادمة هنا. وصل راعي الطيارة، وصل بن قشمان هنا، هناك قادم من ميدان الوثبة عاصمة الميادين لسباقات الهجن العربية الأصيلة مع الذئبة. وحافظ حافظ يا بن قشمان على هذا الاسم، بينما التحدي هناك أيضا من سمحة أحمد أو علي بن أحمد بن علي العويسي هناك أيضا منطلق في هذه اللحظات، منطلق وباحثا عن الناموس. أعود مع الصدارة، مع المقدمة، مع المركز الأول. الشاهينية ما زالت وما زال بن هناك الصدارة والمقدمة، ما زالت الشاهينية. مبارك بن سلطان بن قران المنصوري هناك على الصدارة مع المركز الأول. الله 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 الله، طيف هناك على ثاني المراكز، طيف على المركز الثاني. محمد بن حمد بن علي العامري يا سلام، ولكن القادم أحلى. هناك أيضا الذيبة وسهيل بن دليلة بن سالم العامري متواجد هناك منطلق في هذه اللحظات. المركز
الرابع ورابع المراكز من تشكل المربع الذهبي. هناك الشاهينية، مبارك بن علوان بن سعيد الدرعي قادم أيضا منطلق في هذه اللحظات، ولكن شوفوا من القادم، الذيبة قادمة، تحرك بن قشمان، انطلق بن قشمان باحثا عن الناموس باحثا عن النصر، ولكن يتحرك أيضا. هناك أعزائي المشاهدين بن سلمة في هذه اللحظات، علي بن سعيد بن سلمة المنصوري ظبي الفلا رمز العطاء، هناك من يتواجد شعار بن سلمة، ولكن خلاص 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 خلاص، الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة، الله الله، 800 متر 800 متر، والشاهينية ما زالت، الشاهينية ما زالت، وطيف من الجانب الأيمن، طيف من الجانب الأيمن هنا، يا سلام يا سلام، بن سلمة واصل، تحرك بن سلمة وتحرك هنا في هذه اللحظات، تكفى لا تحركها. هناك على هذا الرقص الجميل، الرقص المميز، وصلت وصلت ظبي الفلا، وصلت ظبي الفلا، تبغي درب على الصدارة، على المركز الأول، ظبي علي بن سعيد بن سلمة المنصوري، ولكن الطيف ما زالت، ما زالت طيف هنا على الصدارة، مع المركز الأول هنا، الأمور تزداد خطورة، الأمور تزداد خطورة، الظبي وطيف، الظبي وطيف، والشاهينية، الشاهينية وطيف، ولكن طيف، طيف ما زالت هنا صامدة، 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 واصمد يا العامري، اصمد يا العامري مع الصدارة، مع المركز الأول، سلام عيناوي سلام، سلام لمدينة الخضرة والجمال. هنا أعزائي المشاهدين، العين دار الزين تحتفل بهذه الشعارات وبهذه العروضات الجميلة هنا، ثانياً وثاني المراكز. كان من نصيب الشاهينية مبارك بن سلطان قران المنصوري المركز الثالث، كان من نصيب الظبي علي بن سعيد بن سلمة المنصوري المركز الرابع، هناك ايضا وصول الذيب سهيل بالكيلة بن سالم العامري، بينما المركز الخامس هناك ايضا وصول وعبور من الذيبة وسعيد بن سعيد بن زايد بن قشمان المنصوري، هكذا لحظات الوصول والعبور، هكذا النتائج للمراكز الخمسة الاوائل المتقدمة. اعود مع التوقيت الزمني، لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه، هناك ايضا طيف ومحمد بن حمد بن علي العامري قدم هذه الدلول العملاقه 7 دقائق 55 ثانيه وفاء وتماما وكمالا، بينما المركز الثاني هناك الشاهينية مبارك بن سلطان بن قران المنصوري و7 دقائق 56 وخمس اجزاء من الثانيه. المركز الثاني هناك أعزائي المشاهدين، وثالث المراكز هناك أيضا ظبي متواجدة وعلي بن سعيد بن سلمة المنصوري